بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السائل أحسن الله إليك يقول: أدينا العمرة يوم الأحد الماضي ويوم الأربعاء، سنذهب إلى الطائف وسوف نرجع إلى مكة في نفس اليوم، فهل يجوز أن نؤدي عمرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواز يجوز، لكن تكرار العمرة في وقت متقارب لا يستحسنه أهل العلم، لا بد يكون بين العمرتين فترة زمنية. أما بيوم واحد تكرر العمرة هذا جائز، لكن إنه غير مستحسن.